الفرق صعيب وهي وينا يا وينا يا وينا مزيم صبرني وبابا يا بابا ما يدوم حل وذي الخربوشة كطيح الدايم على النازم شلة ما يتقال وشلة ما وهي هاد العيطة تاعت خربوشة اللاعيدة من اللي عقلتي انتي عقلتي كتغنوا بها اي ولا من راوينها انتوما مدار قيد سعيسة هي القصيدة دي الخربوشة هي محبوبة عند الجميع هي راقصة في العقول كلهم تعتمد على زمان على مكان على حديثة على شخصية وعلى ميلودية موسيقية بريعة خربوشة وهي بطبيعة الحال نوع من الحكايات نوع من السرد في إعطاء نوع من البطولة في شخصيتي امرأة تجرأت وانتقدت وناصرت قبيلتها ضد من قائد له نفس قوة وجبروت عيسى بن عمر كان عندها سلاح واحد وهو الشعر ولا سيما غادة توقف واحد المرأة وغادة تهجي واحد السيد كان عنده سلطة قوية وكان عنده واحد الحكم واسع وكان فالشعر ديالها هنا كان سلاح قوي لأن السياق الزمني اللي كانت في هذه الصراعات وهذه فما بين القرن 19 بدأت إلى حدود بداية القرن العشرين هذا هو المدة الزمنية أو ما يسمى في تاريخ المغرب بالظاهرة القيدية مين غتكون تسمع خربوشة بحال كتسمع واحد المرأة كتبكي واتي يا مونتي صبرني هذا ما يكون بس دابا اش كتبدا هنا كتجي الاوصاف ديالها ورا خربوشة وصروا لي يا الكريده خربوشة هي كناية لشاعرة شعبية هي اسمها الحقيقي حادة الزيدية الغياتية علاش كيقول لها خربوشة؟ لأن كان الوجه ديالها كان واحد الوباء ديال الجدري وكان هذاك الجدري صاب عدد ديال الناس هي من جملة الناس اللي تصابوا ولكن من اللي برات بقوا بعد الخدوش في وجهها وكان راسها حرش في قصيدة الخربوشة في عيطة الخربوشة أنها تتكلم على قوة ليست سلاح المعركة البارود مثلا ولكن تتكلم عن قوة الكلام هي الخربوشة هي قالت شعر ولكن من اللي غادي يجيو دوك الناس ديال من مورا خربوشة اللي غادي يرتو خداو بعض الأبيات الشعرية وضافتها في العيطة ديال الخربوشة اللي غادي تعطينا هذيك الأغنية التورية نقول مثلا الدق بلا قرطاس معنى الدق بلا قرطاس هو الكلام القاسي الكلام المحفز أو الكلام القاتل لأن كلامها هو يشير إلى هذه طبيعة المعركة مثلا كتقول دقة بلا دقة كالباب بوكسور الباب بوكسور هو من منطقة ولا الزرانة ولا تزيد إلى بوكسور اللي هي حيث يوجد دار القيد هذه خربوشة من اللي كنبداو تنغنوا فيها كنقولوا الكلام ديالها بحال اللي كتحس براسك كتعطي واحد الرسالة إذن هذا الكلام هو كلام يظهر لنا كلاما عاديا ولكن بالنسبة للمتتبع للمعركة أو المحفز لها أو المشارك فهو يعني له تشجيع والاستمرار وأنهم يهاجمون ويحاولون أن يصلوا إلى
مبتغاهم أو الهدف الذي هو هنا ما يمثل عدوا لهم في صراعهم مع القيد عيسى بن عمر. فهو كان قيد على ما تحل من قيد، فهنا كانت عنده واحد السلطة هنا، وكان يمتاز بجوج ديال الحالات متناقضين، كان كريم وقبيح، ومن الناس اللي كانوا كيحبوا قصائد العيطية. إلا جا عنده شي فنان وجاب شي حاجة جديدة كان يعطيه اللويز والبقر الوالد. وهناك في التاريخ لهذه التعسفات ما يعرف بعام الرفسة، عام الرفسة أن كانت خدعة للمصالحة أو دعوة للمصالحة ما بين قبيلة الزيد والتمرة، كان الغدر بهم والتنكيل بالناس بالأهل قبيلة أولاد زيد. وسير يا من خان، كيقولوا اش توقع، سير يا من خان عاهدوا أبيدوا وليام جيبوا. ديول عيسى بن عمر كانوا عندهم النية ديال الغدر، نية الغدر. فين جاو؟ جاو هنا لبيرو عرب، مدينة أسفي عندنا في بيرو عرب. فلقيت اللي جاو لهذيك البلاصه تما فين غادي يديروا الصلح، ولا تزيد جبد الرساله مدها ليه، لا خرج جبد السيف طير لي عنقو. شابكت الناس ديال ولاد زيد مع الناس ديال عيسى بن عمر، وقعت رفسه اللي حتى وقع فيها الوباء. يا بابا ما بين الشمعه والعدو بالبلاد، لا لا حبسات وريتات. بين الجمعة والثلاث، يعني بين يوم الجمعة والثلاث، حبسات وريتات. وشكون اللي كلا العصا في ديك سميتو؟ هي العائلة ديال حادة. حادة هنا بقات حاقدة على القيد عيسى. وهذا السي عيسى يا الحبيبة قالو خلات هادي رقبلتها المعاشات. هو اللي وصل عند العياطة، من بعد العياط 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 العياط. فبزاف ديال الأبيات الشعرية يعني مشات، ولكن أول ما كان هي قالت ليه عمر الظالم ما يروح سالم، حلفات جمعة مع الثلاث فيك عيسى بن عمر لبقات، إلى خيابة دابة زيان، شد لويزك دقون حاس بنادم الغدار ما يسواش. يا وليدي هدي غزك عندو صرف حاسب ولا بنادم الغدار عما يسواش. يا وليدي هدي غزك عصر وحدي. الخربوشة إلا ما كانش عندك صوت بقداش تغنيها، خاصة الصوت ديالها والعتوب ديولها، وما يشعر الصوت ويكون خاصها تكون النخوة ديالتها. وفي العيطة هي نفسها هي ندبة، هي استغاثة، هي استنكار، لأن هذا هو مفهوم العيط والعيطة بالأساس، لأنها تبكي حدها وتندب هذا الحد وتستنكر وتستغيث، تستغيث في نفس الآن، لأن الاعتداءات كانت واردة وحاصلة في طبيعة الصراع. في الوقيته اللي فاس عساق لها الخبار عيسى بن عمر على أن هي راه كتناصر الاعداء ديالو اللي هما ولاد زيد، هربت هي، ساقت الاخبار على ان عيسى بن عمر راه كيقلب عليها باش يسجنها ولا باش تدوز في المحكمه العقوبه ديالها. هربت فين مشات؟ مشات للشاويه. لأن عيسى بن عمر يمكن أنه يجرد الناس من ممتلكاتهم، يمكن أن يقوم بحيازة أشياء لتلبية طلبات السلطات أو طلبات معينة، يمكن أن تكون عقاب لبعض الأشخاص معينين، وخاصة أن عيسى بن عمر كان يستعين بجلاد قاسي هو جعاطة، حتى أن الناس في عبدة في آنذاك كانوا يسميه عشكم جعاطة الكلب، لأنه كان ندل فعلا
ويقوم بأشياء كثيرة لصالح أو تنفيذا لأوامر عيسى بن عمر. قالت لي بوخ خرطومك حل عيون فريادك مدفون. ما فهمتي والو. انت يا القايد عيسى بن عمر عندك عزرين في الدار، بغيتي تقتلو كتقتلو، اللي بغيتي تخلي حي. خربوشة في الوقيتة اللي فاش جابوها من الشاوية، صيفط لها القايد عيسى بن عمر من الشاوية، جات جابوها تلقاو لها ولاد زيد هربوها، ولكن من بعد عاود تلقى عليها القبض. احنا في العيطة تنقولوا ضربة على ضربة حتى العراضية. واش قلبوا على العراضية؟ لقاو واحد المنطقة في الحدود تما فين تشدات حنا. جات المحاكمة ديال اش، هاد المحاكمة ديال يعني علاش اللي حتى ناصري ولاد زيد، علاش تتناصريهم وعلاش تتمدحيهم في الغناء وفي كذا وفي كذا وفي كذا. هي هذيك فاش جابها قال لها وعاودي غني لي داك الغنى اللي كنتي كتغني. فرقيتها اللي جات وهي قدامه، شكون انا وشكون انت؟ ما يدوم حد، رانا عبد عبده كلها وعويسه بن عمر. لا لما قلتي هذا الشيء القايد عيسى وما ادركه كان عنده. هذه هي المحكمه في العيطة كتسمع تحت الكرمة تفرق الديوان. كانت كرمة هنا وكان كانوا الحكام كيجوا هنا، كانت سال داتونت اللي كيتسنوا فيها هنا، كانوا الـ 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 يعني المتخاصمين يتشاكون عنه هنا. صنديني يا وينا يا وينا، وانا مشيت نولي وبابا يا بابك يا سيفريد الأربي. آه يا وين، آه يا وين، آه يا وين، آه يا وين، كويتيني ويا وين أبتي. آه يا ويا 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 بابا ذو خيل يا بابا. قلت خربوشة، قلت الفرق صعيب وامي صبري وامي امي انا مشيت نولي يا بابا ما يكون بس. راني لا تسجنت، راني غنعاود نرجع. عثرت على وثيقه كتبت برساله صيفطها الصدر الاعظم بوحمد للقيد عيسى بن عمر، كيطلب منه باش يبعث ليه حاده او خربوشه ب 300 مليون وصل للسجن باش يديوها ويبلغ الرسالة وينفذ الرسالة ديال الطلب ديال السلطان. ما وجدش خربوشة، فين مشات؟ أنا كيبقى المصير مجهول، ما معروفش فين اختفت وكيف اختفت. اللي سمعت أنا من عند الناس اللي هما اسمه أنها ربطها في سلوم وشعل الفاخر وسد الباب، يعني ماتت مخنوقة. وكل هاش تيقول أما باش يقولوا عيسى بن عمر قتل خربوشة وبنى عليها الحيط، باقي الآن الحيوط راه باقي كل شيء ما غيخفاش باش غنجبدوا هاد العدوما. راهم داروا حفريات في دار القيد ما جبروش ولو أطراس واحد كاين.